عندما نشاهد الحيوانات المفترسة وهي تصطاد فرائسها، نشعر دائما أن الضحايا المساكين لا حول لهم ولا قوة. في هذا الفيديو قمنا بتجميع سلسلة من مقاطع الفيديو حيث يمكنك رؤية الحيوانات المفترسة تستخدم أدواتها الخاصة في صيد فرائسها. فقد حان الوقت لمشاهدة أكثر اللحظات قسوة عندما تقضي الفريسة على الحيوانات المفترسة بقرونها. في هذا المقطع غزالا يواجه فهدا. ليس الفهد أكبر القطط ولكنه الأسرع بينهم، لذلك عندما يبدأ الصيد ليس من السهل على الفريسة الهروب، ولكن هذا الغزال هو سريع للغاية ومجهز بزوج من القرون الطويلة التي يمكن أن تحدث بعض الضرر. يقرر الفهد اصطياد غزال، إنه سباق بين اثنين من أسرع الحيوانات البرية في العالم. يتدلى الفهد على مؤخرة الغزال، لكنه ليس من السهل على الفهد الإمساك بالغزال، فهو كبير وقوي ويستمر في ركل الفهد الذي يمر بصعوبة شديدة في الحصول على قبضة خنق على عنق الغزال، حيث يحصل الفهد على بعض المساعدة من صغارها، ولكن لا يزال من الصعب عليه إحضارها. يمكن للغزال أن يحرك الفهد البالغ مما يسمح له بطعنة في الجزء الأوسط ودفعه إلى الأرض، حيث تخترق قرون الغزال جسد الفهد، وفي النهاية يهرب الغزال ولا يكون في حالة جيدة، ولكن الفهد في حالة أسوأ. يمكنك أن ترى أن جانبها قد تمزق بقرون الغزال مع هذه الإصابة. إذا لم يتمكن الفهد من اصطيادها قد يعني ذلك نهاية لها ولأشبالها. وفي هذا المقطع الفهد يواجه غزال الإمبالا. إن الإمبالا تعطي الفهد قتالا لم يتوقعه أبدا، ويبدو تقريبا أن الإمبالا سوف تتغلب على تلك القطة المشاكسة عندما تنقلب على ظهرها وتثبت تقريبا على الأرض، ولكن الفهد يدير الإمساك بالإمبالا من رقبتها محاولا خنقها. فإن الإمبالا تواجه مشكلة تلهث لحياتها، حيث تنتظر أجبال الفهد بفارغ الصبر لأمها لتحضير سفرة العشاء. بينما يتصور الفهد أن الإمبالا قد ماتت، ولكن الإمبالا هو الممثل العظيم الذي كان يزيف موته، وينفذ من هذا بأسرع ما يمكن حتى يهرب من قبضة القط المنهك، وهذا ما يحدث عندما تقدم عشاء غير ناضج. وهذا الفهد الذي يواجه ثورا ضخما، وعلى الرغم من أن هؤلاء الفهود الثلاثة الكبار يتعاونون لإسقاطه، فلن يكون من السهل أن يستخدم الثور الشجرة لحماية ظهره، ويواجه القطة وجها لوجه، ويستخدم قرونه عند الضرورة. تحاول القطط إخلال استقرار كرة الفرو تلك، ولكن الثور يقف على أرضها، ويبدو أن هؤلاء الماكرون سيضطرون إلى البحث في مكان آخر عن شيء يسدون به رمقهم. تعتبر الظباء من جنس المها، ولكنه يعيش في مناطق جنوب إفريقيا. كلا الحيوانين متشابهين بشكل ملحوظ، وكلاهما له قرون مميتة يمكن أن تقتل أخطر الحيوانات المفترسة. قررت تلك القطط الصغار مطاردة القطيع، وينتهي بهم الأمر بالإمساك بأحدهم، لكن المشاغبون الصغار لم يتوقعوا أن تقفز الأم إلى قلب الحدث وتهاجمهم، ولكن هذا بالضبط ما فعلته، وفاجأت به القطط وهربوا. ويبدو أن الصغير بخير، ولكن والدته تراقبه للتأكد من ذلك. يمثل حيوان النو الفريسة المفضلة للأسد البري، حيث تضرب اللبؤات هذا الوحش القوي، ولكن يعلق أحد قرنيه بساق تلك اللبؤة، ويستمر الحيوان البري في طعن اللبؤة المعلقة ولا يتوقف حتى يرميها على الأرض، في حين أن اللبؤة الأخرى تهاجم ساق ذكر النو. يحاول ذكر النو أن يواجه هذا القط الذي يبحث عن المتاعب بقرونه، فما تزرعه اليوم ستحصده غدا. تقرر اللبؤات الفرار بعيدا عن حيوان النو. كان هذا أحد الحيوانات البرية المجنونة. لا يمكن لحيوان النو أن يواجه فخرا من الأسود البالغة، ولكن واحدا إلى واحد تعتبر جولة عادلة. يمكن لحيوان النو أن يتعامل جيدا مقابل أسدا واحدا كما ترون في هذا الفيديو، حيث تصطدم بقرونها في جسم اللبؤة لدرجة أن اللبؤة تطير في الهواء. فلعل اللبؤة الآن تتساءل، ما هذا الحيوان المجنون؟ ما الذي فعلته بنفسي؟ ويبدو أن هذه اللبؤة كانت تظن أن الحيوانات العاشبة فريسة سهلة،
وأن كل ما كان عليها فعله هو القفز عليها وستنتهي اللعبة. ولكن كما رأيت بالتأكيد فهي بعيدة كل البعد عن كونها مجرد حيوانات مستضعفة. لا يمتلك الأسد الكثير من الخصوم القادرين على هزيمته، ولكن هناك عدوا واحدا يجب على الأسد تجنبه. بينما يمكن للأسود أن تقتل أي فريسة تقريبا، خاصة عند العمل معا، يمكن للجاموس قتل أسد بمفرده. لذلك عادة ما يجتمعون عندما يحين وقت تناول وجبة قاسية كتلك. حصل أسد جائع على أكثر مما كان يساوم عليه بعد أن اتخذ هجومه على جاموسا بالغا. بدا أنه على بعد ثوان من قتل جديد، وبدا الجاموس منهكا، وبدا أن اللعبة قد انتهت بعد أن عاد اثنان من القطيع الأصلي للتحقق، عندما صنع جاموس واحد عملية إنقاذ جريئة، حيث تهاجم الأسد وتقلب المفترس عاليا في الهواء بقرون رأسه القوية بشكل مفاجئ. تمكنت جميع الحيوانات من النجاة من القتال سالما نسبيا، باستثناء السنورين اللذين يحملان أثر المعركة في جسديهما. لا أعرف بالضبط ما الذي تحاول تلك الخنازير القيام به، ولكن يبدو أنهم يسخرون من وحيد القرن. يجب أن تحذر تلك الخنازير من مضايقة وحش كهذا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يحدث شيئا ما قد يندم عليه الخنازير. بعد التحديق في الخنازير لبضع ثوان يقرر وحيد القرن أن الوقت قد حان لتعليم هذه الخنازير درسا، ويرمي أحد الخنازير للأعلى في الهواء بقرنه القوي. أخبرتك أن شيئا ما يجب أن يحدث، وأعتقد أنه في بعض الأحيان يجب أن يتعلم بعض الأفراد بالطريقة الصعبة. يقاتل هذا الحيوان البري الصغير هذين الفهدين مثل خفاش خارج من الجحيم، يقوم بالالتواء والانعطاف حتى يتمكن من الهروب من قبضة خصمه، حيث يراقب القطيع الحركة من بعيد، ولكنه يقترب ببطء كما لو كان لإخافة القطط. وفي وسط الفوضى لسبب ما تمكن الحيوان البري من تحرير نفسه بقليل من المساعدة من القطيع. تأخذ تلك اللبؤة جاموسا ضخما، ويمكنك رؤية الجاموس يقلب الأسد في الهواء دون مشكلة، والقط الكبير يصيب نفسه ويتراجع. يمكنك رؤيته ويعرج وهو يعبر الطريق إلى أن يتعافى في الأدغال. ولكن مع إصابة مثل هذه لست متأكدا من أن هذه القطة ستبقى على قيد الحياة لفترة طويلة، فإذا لم تستطع الصيد فستموت في النهاية. يحاول هذا الأسد القبض على جاموس ضخم آخر، لكن الجاموس يقف على أرضه ويحدد خط المعركة بقرونه. يتراجع الأسد وينسى عملية الصيد بأكملها على الأقل في الوقت الحالي. يحاول هذا النمر الثلجي انتزاع ثورا صغيرا، لكنه لم يتوقع أن تأتي بقية الثيران البالغة دفاعا عن الصغير. وعلى الرغم من أن تلك القطة تمكنت من رقبة الصغير، إلا أن الأم تستمر في الانقضاض على نمر الثلج حتى تتركها وتهرب. يهاجم هذا التمساح ساق ثور الجاموس، وجاء ثور آخر ليقذف التمساح مرتين في الهواء، ويبدو أن التمساح قد تعرض للنطح تماما، بينما بدأ أن الجاموس قد نجا مع إصابات طفيفة. نجا التمساح، ويمكن التعرف عليه الآن من خلال الندبة الكبيرة على جانبه. تكون أنسكة الندبة رقيقة بدرجة كافية بحيث تنتشر عندما يتنفس التمساح للخارج، وتشكل شكل بالون بعد بضع سنوات من الحادث، ويمكنك أن ترى هذا بوضوح. إذا كنت تريد أن ترى مدى قوة الفيل في الحقيقة، مجرد مشاهدته وهو يركض نحو هذا الجاموس ويضربه في الأرض، ليس أمام الجاموس فرصة للبقاء على قيد الحياة إذا لم يتوقف الفيل عن هجومه. تخيل أن حيوانا يزن 7 أطنان تقريبا ينقض عليك. يحاول ثور الإيلان حماية صغيره من هذا الضبع الجائع، ولكن الضبع عنيد ولن يستسلم حتى يحصل على جائزته. ولكن يضربه ثور الإيلان عدة مرات بقرونه، ولكن هذا لا يكفي من منع الضبع من قتل الصغير.
أرجو أن تكون قد استمتعت بمشاهدة تلك المقاطع التي قدمت فيها أفضل ما لدي. أيهما كان المفضل لديك؟ أخبرنا في التعليقات أدناه، ورجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بفيديو اليوم، وأراكم في لقاء آخر. إلى اللقاء.